مرحبا يا شباب، اليوم عنوان حلقتنا كيف أنا أقوم بنسخ للتشيب عن طريق جهاز الفيفيد آي ماكس. أنا راح أستخدم يا شباب شريحة سوبر شيب إكس هورس بالإضافة إلى الريموت. طبعا الريموت قمنا نحن ببرمجته سابقا. الآن حنقوم بنسخ للتشيب. لا نلاحظ إن هنا على الطبلون يا شباب فيش عندي ضوء السكيورتي، هذا على المفتاح القديم. حنجرب المفتاح الأساسي، في عنده ضوء السكيورتي المسؤول عن تشغيل السيارة، مثلا اللي هان ضوء السكيورتي. هنقوم الآن بنسخ التشيب عن طريق جهاز الـ VVDI Max. هنضع المفتاح القديم، هنعمل الترانسبوندر كولون. بعمل لي هنا عملية القراءة، بقول أنا أريد الترانسبوندر. بيبدأ الجهاز عملية القراءة. لاحظين عندنا في خيار كولون، بختار أنا عندي كولون. بقول له انا عندي ستارت كولون. نركز مع بعض يا شباب، في عندي عمليه الاسناف. عمليه الاسناف هي عمليه توصيل الانتينا على كويل السياره لعمليه نسخ للتشيب. هختار انا ستارت كولون. الترانسبوندر كولون رقم الشريحه اللي عندي 46. ترانسبوندر كولون بيبدا الان عمليه قراءه المفتاح الاساسي. حينتم العملية الأولى، حينتقل عندي على العملية الثانية. لاحظين الخيارات بيقول لي أورجنال كيل كولون، بقول له نعم هو المفتاح الأساسي. لاحظين في عملية سناف، حقوم أنا بوضع المفتاح على أنتينة السويتش لعملية السناف. لاحظين عندي هان، نركز مع بعض، بيبدأ عملية المفتاح السناف. في الحالة الثالثة بقوم أنا بوضع المفتاح الأساسي. آخر خطوة هي بقوم أنا بوضع التشيب الأصلية. بيبدأ عندي عملية أخذ البيانات من المفتاح الأساسي. أقوم أنا بوضع التشيب. لاحظين عندي بيبدأ عملية النسخ. تمت عملية النسخ بنجاح، بقول له أنا إيش كومبليت، اللي هي اكتملت عملية النسخ. كوبي ساكسس، اللي تمت عملية النسخ بنجاح، بقول له كومبليت. انتهت الآن عملية النسخ. هنجرب الآن الشريحة اللي قمنا بنسخها، هنوضعها على السويتش ونتأكد من العدادات. لاحظين عندي ضوء السكيورتي بنجاح. هاي عندي الشريحة التشيب، حط في سويت مش هيضوي عندي ضوء السكيورتي، لكن عند تقريب التشيب هيضوي عندي ضوء السكيورتي. هنجرب الآن المفتاح الأساسي ونتأكد إنه يعمل بشكل سليم. لاحظين عندي بعمل بشكل سليم وضوى عندي ضوء السكيورتي. هيك يا شباب كانت حلقتنا لهذا اليوم عن كيفية نسخ التشيب عن طريق جهاز الـ VVDI Max. كان معكم مهندس علي الجرو من مركز أوتوسكان.